السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة إجراك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. أعزائي المشاهدين، اليوم لدي لكم العديد من الأخبار المهمة والتفاصيل الشيقة التي يجب علينا جميعا الاطلاع عليها لمعرفة ما يدور في الجزائر وفي العالم. كما ترون في الخبر والذي نشرته صحيفة الأوراس في صفحتها الرسمية الإلكترونية حول أزمة الكهرباء التي تشهدها مصر، وكتبت مقالة بعنوان بعد مصر تونس تعلن قطع الكهرباء عن بعض المناطق، فماذا يحدث في الدول العربية؟ هذا الأمر يطرح كثير من التساؤلات. ماذا كانوا يفعلون العرب في أيام السلم؟ لماذا لم يؤمنوا احتياجاتهم من الطاقة والكهرباء الوقت الذي كانت فيه الأمور هادئة؟ لماذا الآن بالذات الدول العربية تشهد هذه الأزمات في الطاقة؟ للإجابة على هذا السؤال، هنالك الدول العربية جميعا بدون استثناء، خاصة الدول الغير المطبعة مع الكيان الإسرائيلي. متابعينا الكرام، الدول العربية جميعا بدون استثناء، خاصة الدول الغير المطبعة مع الكيان الإسرائيلي، يفرض عليها عقوبات بشكل غير مباشر. والمعلومة اللي عدد قليل جدا من الجزائريين يعرفونها أن الجزائر بالفعل فرضت عليها قيود وعقوبات، ولكن لماذا لم تنجح هذه العقوبات في إخضاع الجزائر؟ الإجابة بكل بساطة، لأن الجزائر دولة طاقوية ونفطية، فالأمر صعب جدا أن تفرض عقوبة. وبعد قليل سأعطيكم مثال لماذا دائما تفشل العقوبات على الدول النفطية، وهي مصدر للطاقة الجزائر، وهي من تفرض العقوبات. وكما شاهدنا في كل مرة، دائما الجزائر تفرض قوانينها على الدول الأوروبية. على سبيل المثال، قضية ناتورجي الإسبانية، حينما أرادت الإمارات استحواذ على شركة ناتورجي الإسبانية، وكما تعلمون شركة ناتورجي الإسبانية كانت تستورد الغاز من الجزائر، والجزائر مارست ضغوطات كبيرة على إسبانيا، وبالفعل إسبانيا استجابت ورضخت لمطالب الجزائر. لماذا؟ لأن سلاح القوة بيد الجزائر وهو النفط والغاز. وأيضا لو نلاحظ لماذا تفشل كل مرة العقوبات على روسيا، بالرغم وباعترافات الدول الغربية أن العقوبات التي فرضت على روسيا من أكبر العقوبات التي شهدتها وتم فرضها على دولة في العالم، يعني لم تحدث مثل هذه العقوبات في تاريخ من قبل، ولكن مفعول العقوبات أتى عكسي ونفع روسيا أكثر مما أضرها. وفي المقابل الدول التي فرضت عقوبة على روسيا هي التي تضررت بشكل كبير في اقتصادها. فالأمر وما فيه، في عصرنا الحالي مقياس القوة للدول الحالية يقاس بالنفط والغاز، لهذا نشاهد الدول العربية تعاني. وبعد قليل سأكشف لكم أعزائي المشاهدين تفاصيل جديدة عن مصر تتوسل للجزائر من أجل إنقاذها من هذه المحنة العويصة، ولجميع الترجيحات تقول إذا استمر الأمر على ما هو عليه الآن في مصر من انقطاع الكهرباء، فستكون هنالك ثورة شعبية ضخمة جدا في مصر من المتظاهرين المصريين مطالبين بإسقاط السيسي من سدة الحكم. فهل سينقذ تبون رأس السيسي من المقصلة؟ هذا ما سنحاول أن نجاوب عليه متابعينا الكرام بعد قليل. أيضا متابعينا الكرام، هنالك العديد من الدول أرسلت تهاني للجزائر بمناسبة استقلالها في يوم 5 جويلية بمناسبة عيد الاستقلال، وبعد قليل سنشاهد ما أرسلته الصين وقطر وتركيا للجزائر وتهنئاتهم للجزائر. بالإضافة أعزائي المشاهدين، سنشاهد مع بعض التحركات الكثيفة لطائرات الإطفاء الجزائرية الضخمة والتي تخمد النيران حاليا في الشرق الجزائري، طائرات من نوع بيريف بي 200، الطائرات الروسية الضخمة، وهي تقوم بعملية الإخماد الحرائق في هذه الأثناء. لذلك متابعيني الكرام، كانت هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا. من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. ومن دون إطالة أعزائي المشاهدين، دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. دعونا نبدأ بالخبر الأبرز والأكثر أهمية لنهارنا لهذا اليوم. كما تشاهدون يعني أعزائي المشاهدين، الخبر الرسمي، هذا الخبر نشرته جريدة الخبر، يعني الأمر رسمي يقول الجزائر مصر مباحثة للتعاون في مجال الغاز. أعزائي المشاهدين، كما تعلمون مصر الآن تعاني بشكل كبير من أزمة الغاز والكهرباء، وهي الآن تطلب مساعدة الجزائر. وهنالك صفحة ميليتري ديزاد تقول، كما افردت به ميليتري ديزاد منذ أيام،
أكد الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري لسفارة مصر بالجزائر أن هنالك مباحثة بين البلدين للتعاون في مجال الغاز، رغم عدم تطرقه بشكل مباشر لمفاوضات تخص الشراء مباشر، لكنه تكلم بصفة عامة لتشمل التبادل التجاري والاستثمار المشترك. يعني في رأيكم أعزائي المشاهدين، هل سيقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساعدة للشعب المصري ويقوم ببيع الغاز لمصر في هذه المحنة، رغم أنه كما تعلمون مصر وهذه بمثابة فضيحة كبيرة جدا، حيث كشفت العديد من التقارير والمواقع الاقتصادية والإخبارية تقول بأن مصر تستورد كمية ضخمة جدا من الغاز من دولة الاحتلال الصهيوني. لهذا عندما بدأت إسرائيل في حربها مع غزة احتاجت إلى الكثير من الكهرباء، وبسبب هذا لم تصدر الغاز إلى مصر، مما أدى إلى أزمة كبيرة ضربت مصر وهي حاجته إلى الكهرباء. لهذا متابعين الكرام نشاهد انقطاع الكهرباء في مصر يوميا، فهل ستساعد الجزائر مصر أم لا؟ اكتبوا لعيكم متابعين الكرام فيما يخص بهذا الموضوع في صندوق التعليقات. والآن متابعين الكرام دعونا نشاهد التحركات للقوات الجوية الجزائرية، وهي تقوم بتحريك طائراتها الضخمة من النوع BLFB 200، وهذه الطائرات أعزائي المشاهدين بعضها تم تصنيعه محليا في الجزائر بمساعدة روسية، والبعض الآخر تم استيراده من روسيا. وهنالك كما تشاهدون في هذا الفيديو تدخل طائرة الإطفاء BLFB 200 في عملية إطفاء الحرائق بمنطقة بئر بوخشبي بولاية أم البواقي منذ لحظات، فهنالك بالفعل بدأت تتحرك هذه الطائرات من أجل إخماد الحرائق كما ستشاهدون في هذا الفيديو. والآن متابعين الكرام دعونا نشاهد ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الصينية في الجزائر في صفحتها الرسمية على تويتر. كما تشاهدون الصفحة الرسمية تقول: دور الجزائر في استعادة جمهورية الصين الشعبية لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة. الأرشيف الوطني الجزائري، يعني هنالك الجزائر ساهمت بشكل كبير في أن الصين تعود لمقعدها في مجلس الأمن، والجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الصين في هذا الأمر. أيضا متابعين الكرام هنالك نشطاء من قطر يكتبون حول استقلال الجزائر، ويكتبون: عيد الاستقلال مجيد لدولة الجزائر حكومة وشعبا، كنتم ولا تزالون أحرار التاريخ، يشهد أنكم النضال العربي الوحيد الذي درسناه وجعلناه قدوة لنا، أجدادكم صنعوا لكم تاريخا يشرفكم ويرفع رأسكم، منذ ألف السنين التاريخ يشهد لكم أنكم أحفاد من قاموا بأعظم ثورة في القرن العشرين، الجميع ينحني احتراما لكم. أيضا أعزائي المشاهدين هنالك تركيا تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال، وكما تشاهدون دعونا نترجم ونقرأ ما جاء في هذه الرسالة من تركيا إلى الجزائر: نتمنى عيد استقلال عظيم للجزائر وشعبها. وبخصوص تركيا أعزائي المشاهدين هنالك جانب مظلم أريد أن أنشره معكم حدث البارحة كما تشاهدون في هذا الفيديو. هنالك في تركيا وهذا مشهد نشاهد عائلة تركية تتألف من سيدتين محجبتين وأطفالهما بينما ينتظر الزوج في السيارة، تقوم السيدتان بتحطيم متجر يملكه السوريون. هذا الشعب يظهر درجة عالية من الهمجية ويحتاج إلى دروس في الإنسانية، يتسم بالعنصرية التي أصبحت جزءا من حياتهم اليومية ويفتخرون بها. بعد هذا الحادث ستعود هاتين الجحشتان إلى البيت ليتحدثنا عن إنجازهما العظيم في تحطيم متجر سوري كما تشاهدون متابعين الكرام في هذا الفيديو. والآن متابعين الكرام دعونا ننتقل إلى الأخبار الجزائرية المحلية ونشاهد تبارك الله ما شاء الله على أبنائنا في الجنوب الجزائري وتحديدا في ولاية غردايا. شاهدوا الأطفال يتجهون إلى المدارس القرآنية في المساجد، وهنالك عدد غفير جدا من الأطفال تبارك الله ما شاء الله كما ستشاهدون في هذا الفيديو.
وبخصوص المدارس القرآنية أعزائي المشاهدين، هنالك خبر يجب أن أنشره معكم، وهذا متابعين الكرام بمثابة فخرا للجزائر، حيث أن هنالك كما تشاهدون في هذه الصورة استقبال كبير حظيت به الفتاة ياسمين والدالي ابنة ولاية المدية بعدما فازت بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة القرآن الكريم التي أقيمت بأمريكا. تبارك الرحمن، وربي ثبتها ويجعلها قدوة لفتيات الجزائر. أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين، يحدث في تونس، هنالك فيديو يتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لشابة تونسية تتزوج بشخص تسعيني كما ستشاهدون في هذا الفيديو. مبروك عليكم، مبروك ما شاء الله بالهنا والسعادة والذرية الصالحة، وربي يوفقك. أيضا متابعينا الكرام، هنالك فيديو تم نشره البارحة وهي لحرائر تيزي وزو وهم يحتفلون بعيد استقلال الجزائر حاملين راية واحدة وهي راية الجزائر، رسالة إلى الذين يلعبون على وتر الجهوية، الجزائر واحدة موحدة بكل أطيافها ولهجاتها. والآن متابعين الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونتكلم عن موضوع مهم جدا، بحيث أن هنالك تونس تعاني بشكل كبير من قطع للكهرباء في بعض مناطقها، حيث أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الجمعة قطع الكهرباء 6 ساعات عن عدد من المناطق في أقاليم أريانا وزغوان والمستير يومي السبت والأحد بغرض الصيانة الدورية للشبكات. وقالت الشركة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء، وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات سيتم قطع التيار الكهربائي. وكانت الشركة القابضة للكهرباء في مصر قد شرعت في العمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة 2 ساعة يوميا بداية من 1 جويلية الجاري. وقالت الشركة المصرية أن عملية قطع التيار الكهربائي لا تزيد عن 2 ساعة في كل منطقة، حيث يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من يوم 1 جويلية 2024 لتصبح من 3 مساء وحتى 7 مساء موزعة على جميع مناطق مصر. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي تكلمنا عنها بالتفصيل في يوم هذا، من فضلكم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.